السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيفكم أحبابي في الله؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. اليوم إن شاء الله من خلال هذا الفيديو سنتعرف على طريقة جد جيدة يمكننا من خلالها تشغيل تطبيق الواتساب على كل الهواتف، حيث لاحظنا مؤخرا أنه لم يعد يشتغل على بعض الهواتف القديمة، وبهذه الطريقة سنقوم بتشغيله على كافة الهواتف. أول شيء نقوم بالدخول على متصفح كروم، هنا نقوم بالدخول عليه، ثم في خانة البحث نقوم بكتابة واتساب أبيكا بهذه الطريقة. بعد ذلك نقوم بالضغط على الذهاب أو البحث. هنا سنقوم باختيار أول موقع، نقوم بالدخول عليه. بعد ذلك نقوم بالضغط على الخانة الزرقاء هنا، ثم بعد ذلك نقوم بالضغط على هذه الخانة الخضراء وهي تنزيل. هنا سننتظر حتى يقوم هذا التطبيق بالتنزيل، سنضغط على التنزيل على أي حال أو على أي حال. بعد ذلك عندما نقوم بتنزيله على الهاتف نقوم بتثبيته، وهكذا سيقوم بالاشتغال مباشرة على الهاتف. فإذا أعجبكم الفيديو لا تنسوني بالضغط على زر لايك والاشتراك في القناة، وشكرا لكم على المشاهدة.